go. بفكروا اكيد ولا عم بيحكوا عم بيتسبحوا. انا متزوج من 2007 وعندي بنات. بس انا من قلت له انا من قلت الشوقي استخدم الكيش حط احرك على الكيش كله قلت شش. لا لا بالعكس صح مزبوط كوا ايش بك حدث منها مشكله انت شو انا تحب؟ ما عملت مشكله اياك انت عملت مشكله ما عملت مشكله انت معصب انت معصب انت معصب انا معصب لانه سكتتني ها انا معصب لانه سكتتني اخوي اسمع العب لي في الكوا اعمل اللي تحب تحاول طيحني وكل شيء يعمل باهي باي شيء باهي بريق لي اوكي هيك ان شاء الله نداركو لازم شلونج باش تصعب علينا معناها برشا عندنا سعد مصاب ما عندناش حل معناها ولينا اربعه احنا نعملوا مستحيل لازم صباح الخير. شو في عالم عم تتهاوى وفي عالم صحصحة، نمتوا منيح؟ حابة هني فريق أسود العرب على فوزهم بالذات شوقي، ألف مبروك. سعد كيف حالة إجرك اليوم؟ شوي عم توجعك؟ محتاج شيء؟ ما تلش عم تاخذ دواك؟ تلش تلش يلا إن شاء الله بتقوم بالسلامة. ميرسي. مثل ما بتعرفوا أسود العرب أنتم صرتوا سبعة مقابل المحاربون خمس أشخاص. فرق العدد صار كتير بيلعب دور مهم. اختبرتوا حرارة الصحراء، اختبرتوا برودة التلج. التحدي الثالث رح تختبروا السرعة والذكاء. شو رأيكم ندعس شوي؟ أهلا وسهلا فيكم بحلبة مرسياس. هالمكان هو مضمار لسباق السيارات. هذا المكان موجود بقلب جزيرة ياس بإمارة أبوظبي. التحدي بيقول في سيارتين فورد F-150 عم تستناكم هناك. رح تحاولوا تدوروا على مفتاح السيارة بقلب السيارة. رح تختاروا شخص ليقود فيكم السيارة. باقي الفريق رح يدفع السيارة بطريق مستقيم لمنحنى. بهذا المنحنى رح تحاولوا تغيروا عجل أو دولاب من دواليب السيارة وتوصلوا لعند خط النهاية هون. سعد رح نعفيك من إنه تركض للسيارة، رح تضطر ترطرنا هناك. شكرا. منحتني سوسن الفرصة أنني نمشي باش ما نجريش مع الدراري في الأول في انطلاقة. ما تنسوا إنه الفريق الرابح رح يقضي يوم ما رح ينساه من السرعة ورح يسوق السيارات اللي جنبي. جاهزين؟ جاهزين. رح أعطيكم نقطة الانطلاق. واحد
2 3 وكذا احنا لقينا المفتاح اول شيء، انا لقيته كان بفتحه السقف. حشوف الباب اللي عندك. زين زين شفت انا مالي شفت انا مالي. فاول تشالنج انا تفاجئت مفاجاه صعبه جدا، ان احنا اول صدمه ليا كانت ان احنا مش لاقيين المفتاح، هم لقوا المفتاح وطلعوا خلاص مسافه واحنا مش لاقيين مفتاحنا. نزلت قررت انني نزل رغم الاصابه ديالي باش نعاون الاصدقاء ديالي. داينا دفعوا تو ارجع ثابت ارجع سامد وات اي باش غوش لا 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 وين. انا عموما بعد اول ما لقيتهم طلعوا فقدت الامل، قلت خلاص احنا خسرانين. السرح وما زال طلع بس انا اخر وحده اصعب وحده. سرح فجر السيارات ريح طلعنا فاس يلا اللي يتعب خلي يقول لي يلا مصطفى انزل مصطفى جو شباب جو خليك يلا 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 اتبس يلا بسم الله يا رب امامها ديركت باش هما واخا اللي راهم يزوزو. اسمع رد بالك وانت خوش كوني اطلق يديك اطلق يديك اطلق اطلق يديك هلا هون زابت هون 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 لف 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 سريع يلا وقف يلا واحد يلا وقف السيارة قدامهم قدامهم سكر الطريق. فأنا هيك بلحظة اجت براسي فكرة انه ليش لحتى نصف وراهم سكر عليهم لقدام. اكسر اكسر قرب 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 قرب. والخدعة بتحدي اليوم انه قمنا بإخفاء عدة تركيب العجل لنختبر سرعة بديهة المشتركين. يعني قالوا لنا نعفرت الدولاب نغيره هيك ما كنا عم نلاقي العفريت وهن كمان زاد الشيء بس هن كانوا مسكرين قدامنا قبل. كل ما في الامر ان انا حسيت من عينيهم ومن طريقه كلامهم ان هم خلاص ناوم يطلعهم بدون ما يغيروا الكفر، فانا بدرت الشباب وسيف برضو بدر الشباب بسرعه ان احنا لازم نطلع من غير ما نغير الكفر. يلا شباب ما نوقف بدون دولاب بدون دولاب. ها ها يلا بدونه يلا 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 اطلع لا تضرب دير بالك تضرب شوي شوي. من اول ما وصلنا قلنا ما في ليور وفكرنا الموضوع خدعه زي المره الاولانيه. ما فيك تقطع خلص ما فيك تقطع زيد 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 زيد
كانت يعني صدمة. أنا ما توقعت أنه نخسر، كان صدمة بالنسبة لي، لأني أنا كنت حاب أربح لهذا وألعب ألعب فايت، لأني خلص طلعت من جو الفايت. هلا رح أعلن الفايز بالتحدي الثالث ببرنامج البطل. الفايزين هم المحاربون. ألف مبروك. شيء مش مزبوط يعني. لا عم يصوص فريقنا احنا، ما نفهم اغبياء ولا بهايم. مو احنا اللي رابحين، بهايم احنا بهايم، ولا مو احنا انتم. لان انا قلت ابقوا ما حد بقى، ظلتوا تدافعون كيفكم. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. شلون انا اقول لك؟ لا يا حبيبي، اول ما دفعوا هذا ليمك. شو بك شو بك؟ لا بتشارك، لا بتشارك. لا انه انت العبقري يعني. انا عبقري، انت عبقري. انا عبقري. لو ما انت ذكي، لو ما انت بتعتبر نفسك ذكي، انت بتعتبر نفسك ذكي. ها حبيبي، انت اصلا كلك على بعضك، مو من مستواك. استفزني شوي هيك، قال لي حكي ما لازم يقوله. فأنا ما بستحمل هيك حكي، لأنه أنا ما بغلط مع حدا يجي يسب لي. فريق المحاربون عم يتحضروا ليتلقوا تعليمات الأمن والسلامة وليقضوا نهار من السرعة اللي ما اختبروها بحياتهم. مستحيل أنساها، ما أنساها، خليها ذكرى عندك. لا تصير ذكرى، لا تخاف، توصل لك، يوصل لك الجواب. عاجلاً أم آجلاً يوصل لك. خليها ذكرى وحياتك. والله أوكي. والله اوصل لك، اوصل لك الجواب عدل، ارد لك اياها حلو 100%. اوكي مستر. انا ابلغ. خليها ذكرى. طول سبيد عالي، سبيد عالي، ار بي ام عالي. انبسطت. كثير شعور حلو، بتجنن واحد، بحس حاله طاير، ما عنده شو سيارة. مصير طبعا، حاجة فظيعة، مجرم ما شاء الله علي، مجرم. لزقني في الكرسي حوالي 20 مرة 30 مرة كده. تمام جدا. مصطفى هذا مصطفى خيا، هو حد ومش حال كل شيء مثل ما قلت لك. قلت لك ما في شيء،
سألني أعمل نفس الشيء قلت له ما في شيء. ما في شيء. قبل له صار في الشريعة سوء تفاهم وصار غلط ورجعنا نمشي الحال بالسيارة. كل شيء عادي. طيب ما هو لازم بدعسش، ما انا اصلا توترت على طول، هو يعد لي وعاد يعمل لي حاجات غريبه كده، فانا بدات ما ركزش على الطريق وركز عليه هو. اه لخبط لي الدنيا. حلوه حلوه وكثير سريعه. سريعه لا بس ما حدش ركب معاه بقى، ده هو مجنون. السحب الطويله انا سكرت يا استاذ زين، انا سكرت والله على المد على المد سادس ومسكر دعسي 40 فل. المهم تكون الامور تمام. ها طب مين صحيح اللي هيلعب فينا؟ نلعب انا تلعب انت، عندك انت وانا وانا وهو. عملنا قرعه على اساس طلعت وياك طلع الزلمه وطلع حذيفه. هاي حذيفه بده يلعب فراح نترك له المجال ليلعب. مع مين بدك تلعب؟ مع احمد. مع احمد الشيخ. احمد قوي بالجيتسي واني قوي بالفوت. اه خليه ينزل خلاص. اوكي خلاص زي ما انت عايزين. اذا انت بدك تلعب نحن ما لا يلعب اذا ما بتفوت. لا يبقى الزق الجاي احنا عارف شو كده بتلعب معه. هين اللي كثير بتلعب معه مش لعبه فوق. اه بس فوق ستاند اب وحتى على الارض مش رامش. خليك بعيد عنه. نقروفل نقروفل. الخيمة هي عبارة انه انت ونايم بالليل بالتلج والظهر بتفطس وبتقوم كلك ماي من الندى على مخدة حطب. أبطال تعوا سعد تعال. تعبانين؟ طيب الحقوني على الفيلا. أول ما فتحت الباب نضوي وين الخيمة؟ ضوء واحد يعني الضوء أول ما تشوف اللون فاتح أبيض. أسود العرب اليوم رح يناموا على هاي الجهة والمحاربون رح يناموا على هاي الجهة. أنا رح أتمنى لكم ليلة سعيدة مريحة على تخوت ومخدات. أبطال مين قالكم إن أنتوا قاعدين هون على طول؟ ما حدا قال لنا. كل عادة سألتوني إذا أنتوا قاعدين هون على طول أو لا. بطلت تفرق قاعدة على طول ولا يوم ولا دقيقة بروح عادي. انتحر. رح تنتحر؟ انتحر بس أطلع. طيب أنا بتأسف إني رح أقولكم إنه رح تضلكوا قاعدين لحديت ما تغدرون على بيوتكم. رح أتمنى لكم ليلة سعيدة دافية تصبحوا على ألف خير. بتقوم من تختك في واسعة خي بدك تعمل بوش أب كذا تتمرن شادو لحالك فوت تتحمم مع نظافة مع الكاميرا منية. مش مشكلة يا خي فوت رقبي 24 لك تعال لك ولا قاعد والكاميرا يا يمي. صراحة الشباب أي واحد بالكاميرا يعني تعبان وفي شيء عندي غرفة وغرفتي يعني بيدي بيتكم. صحنا مو صح شوقي. صح صح هشام راح يجيب اغراضه. راح يجيب اغراضه من الخيمه. انا عايز اروح اجيب اغراضه. نحن بنروح نجيب اغراضه. اه
وانا بدي اروح اجيب اغراضي. انا اجيب اغراضي. يلا بدي رتب خسانتي خيي، حس حالي ببيت. بدي نام بتختي خيي، بس ناقص اكلات امي. مرحبا، اليوم هو قرار المواجهة. بما أنه فريق المحاربون هن اللي كسبوا التحدي الثالث ببرنامج البطل، بحق لهم أنه يختاروا مشترك من فريقهم، وبدوره هالمشترك رح يختار مشترك تاني من فريق الخصم أسود العرب ليكونوا بالمواجهة الثالثة ببرنامج البطل. رح نعرف قراركم مع راندل. Hi guys, welcome. Hope you guys had a good night rest in the villa. Everybody's fresh now, right? Feeling good. So now you guys, you know the rules. You guys select who's fighting from your team. Who'd you guys select? Who are you fighting tomorrow? Here's our third elimination fight tomorrow. So Zaifa versus Ahmed. Weigh in time, guys. تفضلوا على الميزان. Zaifa, you first. He has to cut only 0.2 kilos. Very easy, fast. Moment. Ahmed. 7.6. All right, guys. Ahmed, Zaifa, boys, the third elimination fight of Al Batal. Here we have it. Good luck, guys. Good luck, good luck. All right, guys. Train hard today, and we'll see you guys tomorrow for the fight. Good luck. ضيف قاعد تشوف مين من الشباب اللي ممكن ينقيه أو ممكن يلعب مع النزال. خد أحمد. اختياره على اساس ايه مش عارف ليه وهذه تحكم هنا في الكتاف واني لا سف فيه هنا باليد هذه ندفع في الاذن بالقوه اوكي لبسوني غشاء ما يخليك تنزل الوزن بسرعه باليد هذه ندفع في الاذن بالقوه اوكي Well, for this one I'm very excited because I can see in both guys they're angry, you know, like they are hungry to fight. And I want to show this, and I want to see this tomorrow inside that cage. الإنسان يعني كي قبل الفايت يقدر يخسر كثير إنرجي إنرجي تمشي على خطر دائما نيرفوس نيرفوس إنرجي تمشي لازم يحكم إنرجي تاعه في الفايت قبل الفايت ما عنده صالحة ما في هالفايدة نغزر فيها هكذا وندور منا وندير هذا هذا السينما هذا بس العبرة بالإيه؟ باللي بيضحك في الآخر، العبرة بالكدش. هو ده اللي بيحكم. Thad has a feet injury, but he can keep training. If his feet is injured, let's work his upper body. If his elbow is injured, let's work with his low body. They can't stop training because if they want to be one champion, they have to work hard. Every day they have to work very hard.
الحمد لله انا جبت ميزاني 76.8 جرام وانا امريك نحضر الفايت ان شاء الله غدوه ان شاء الله نرب بس هو اختاره هو شايفه معناته هو اختاره هو اللي اختاره هو عارف ايش بده يعمل معه فهو ادرى فان شاء الله احنا الكل بدنا اياه يفوز عشان فريقنا ما ضل في حدا اكيد يعني عشان احنا نقوى لازم هو يفوز هن سبعة احنا 4.5 احنا رح نربح نحن ان شاء الله بنكسب وان شاء الله خير تكلمش مع حد قبل الماتش يا فوز يا ايش يا الموت واحد يقول لي واحد يقول لي ايه اريد ان اكررها مره اخرى والثاني يقول لي الفوز او الموت سمعت شي شويه لا مباراه الصبح بس مجهز كويس جدا معنويا جاهز كل حاجه جاهزه ان شاء الله الله مستعد 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 زين ما يوافق اشتقت لأمي كتير اشتقت لها كتير كتير يعني والحمد لله لأ مش خايف من مرض أو بكرة خالص عادي يعني أنا بأمل اللي على أي وتفيد بتاع الله عز وجل أني صداقتي صحاب بالكاج ما نعرف حتى حد في الكاج نتولي عبد داخل بعد الكاج معنا كأنه شيء ما صار هذيك خدمة معناها على غالب ولازم فما واحد فايز سوى أنا سوى هو من بعد نرجع صعب وكي الرياضة معناها متعرف كان على العباد ومن بعد تولي تتصل معاهم إذا واحد منقاك يعني خلص بده إياك يعني فأنا بتمنى هالشي يعني هو يكون يعرفها براسه مش إنه أخذها إنه نحن رفقة بين بعض وعايشين مع بعض إنه يطلع يلعب فايت أنجر لا لازم يطلع يلعب فايت 100% مزبوط مشاهدين برنامج البطل انتظارنا انتهى واجا وقت بداية المواجهة الثالثة من تصفيات قفص المعركة اليوم المواجهة رح تكون بين حذيفة من فريق المحاربون اللي بدوره اختار مواجهة احمد من فريق اسود العرب يا ترى مين رح يكفي معنا مشواره ومين رح يقرب خطوة لتحقيق لقب البطل ومين رح يغدرنا مواجهة اليوم وعلى الطرف الأزرق رح يكون معنا من فريق المحاربون حذيفة وعلى الطرف الأحمر من فريق أسود العرب رح يكون أحمد كل التوفيق Judge is ready Fight is ready Fight ارجع اسحب اضرب اسحب اضرب اسحب مع اللوحة يمين مع اللوحة يمين ايه مسافة بعيد مظبوط 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 شمال بأفر شمال لا 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 شمال بأفر كوت شمال أفر كوت زت أفر زت أفر شمال أفر كوت يمين برافو ايه ايه هاي 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 لفون تحت خلي ظهره ماتشد ايديك امسك ايديك ايديك
لفوا على الكيت لفوا على الكيت جو لفوا هو على الكيت أربعة دقائق لا 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 أربعة دقائق حذيفة أربعة دقائق لا 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 امسكوا من تحت من تحت من تحت خوت إيدك من جوا خوت إيدك من جوا خوت إيدك من جوا خوت إيدك من جوا حذيفة خوت إيدك من جوا هدي فوت ايدك من جوا جراند امبار احمد جراند امبار ايوه حرك خصرك لعنده ايوه سويف 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 يلا سويف سويف زي قبل شوي ريح 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 اسحب ايدك ايوه اسحب ايدك 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 اسحب اسحب خليك ضاغط عليه حول فراي خليك ضاغط عليه ايوه حول فراي خليك ضاغط عليه ممتاز حط ركبتك على وجهه ركبتك على وجهه وحش 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 اه اسحب اسحبها قوي اقوى 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 ايوه كنت حلو ممتاز ايوه اضرب اضرب بس الكلام ده انت خليك خليك عليه سلام عليه سلام عليك عليه سلام عليه سلام عليه ايوه ايوه مباشرة ايوه هذيفة اضغط على حلقه اضغط على حلقه اضغط على حلقه ممتاز دير بالك ممتاز دير بالك زي ما عملنا بالغرفة احمد دير بالك سبيد قرب خصرك على خصره قرب خصرك على خصره خصره يا احمد حلوه اضرب اضرب يا احمد اضرب احمد كمان واحدة كمان واحدة ايوه خذ رجله لف خذ ظهره لف خذ ظهره لف خذ ظهره خذ ظهره خذ ظهره يا حذيف 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 خذ ظهره اسحب اشرب اضرب 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 اي 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 اسحب اشرب اسحب اشرب ايوه سكر جارد سكر جارد يا حذيف حذيف سويب يا حذيف حذيف سويب وقف عيدة ماشي العب معه اسمع طلع 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 عليه ذي 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 شمال أبر يمين زبط اللوس ماشي شمال مستقيم أبر يمين شمال مستقيم أبر يمين أحمد ممتاز تعبان 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 الفايت إيش تعبان الفايت منك الفايت ربحان الحمد لله أنت ما تقلت عبان أنت الفايت ألق أنت لحد الآن فايز هات كتير موجود كتير موجود فايت ألق يو كونن احمد بطل جادجز ريدي اول حذيف اول حذيف كونس كونس كون باك 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 فايت ليش هيك ليش هيك ليش هيك تنزل على الارض صح
صح ايوه لا ابعد فوت ايدك من جوا فوت ايدك امسكوا من جوا امسكوا من جوا خليك ماسك من جوا حط رجلك ورا رجله ونام حط رجلك ورا رجله ونام احمد رجلك ورا رجله ورا رجلك ورا رجله احمد ايش علمك المدرب ايش علمك احمد ورا رجله احمد احمد تسير علمك علمك حذيف يلا حذيف يلا 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 اسحب برا وعدي ممتاز 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 لا لا تضيع قور لا تضيع قور خليه على الفاضي على الفاضي اها فك ايدك حط كوعك على وجهه كوعك على وجهه كوعك على وجهه فك ايد واحده كوعك على وجهه اعمل السويب يا احمر حذيف 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 هدي هدي حط راسك على راسه اقعد بعيد وحده حط ايدك كوعك على وجهه كوعك على وجهه لا 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 تضربون لا تضربون حط كوعك على وجهه سويب 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 احمد سويب احمد ريح ريح احمد ريح ريح احمد اربر احمد خلي تشريك واطلع اطلع وجهه 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 حذيف اطلع اطلع من قرب اطلع من قرب حذيف اسمع يا احمد يا احمد اطلع ليش احمد يلا احمد 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 افتح ليش احمد طلع على راسه ايوه 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 صح 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 سويب سويب هلا سويب على الفاضي على الفاضي يا حذيف اقعد هيك اقعد خليك قاعد لا تدقق حذيف اضرب على وجهه اضرب على وجهه اضرب على وجهه اضرب بوك احمد حذيف يلا بوك احمد هداي بوك شوي شوي احمد ريح ايد واحده انت مرتاح ايد واحده منها ثبت ايد واحده احمد الشغل اللي اشتغلنا عليه احمد ريح شوي ركز هسه احمد هسه هسه احمد يلا ايوه ممتاز اضرب ورا بعض خد نفس اضرب يلا حذيف مش من ودك شارع يلا يلا حذيف نفس اضرب اقوى اقوى قدام قدام كمان 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 قدام احمد مباصه هون احكي استخدم الكيت استخدم الكيت كمان 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 يا حذيف كمان كمان احمد خلي ظهرك كمان يا حذيف كمان اطلع الكيت ظهرك على الكيت حذيف كمان كمان زي يا حذيف شمال يمين مش بس شمال شمال يمين شمال يمين اضرب اليمين كمان اضرب اليمين مش بس شمال اطلع حط كوعك على وجهه يلا 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 احمد اطلع شغل رجليك واطلع شرنج حذيف اضرب على عنكه لا روق يا حذيف يلا يا حذيف جست هيك احمد دقيقتين احمد ارفع ارفع احمد دقيقتين واعمل هذاك يلا مش ضايع احمد دقيقتين واعمل احمد خليك اشلك اضرب يلا يلا تنفس 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 اضرب تنفس اضرب ضرب 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 تنفس اضرب احمد دير بالك ضرب ايوه ايوه اطلع وجهه اطلع وجهه اسمعني عوجه عوجه اضرب ايوه كمان كمان حط كوعك عوجه حط كوعك عوجه واطلع حط كوعك عوجه حذيف حذيف كوعك عوجه لا 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 حذيف كوعك عوجه احمد احمد حذيف كوعك عوجه احمد ركز 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 احمد افتح رجليك وحط كوعك عوجه افتح رجليك ايوه ايوه كمان يلا افتح رجليك وحطه مع خصره مظبوط يا حذيف والله حذيف دقيقه دقيقه حذيف افتح رجليك وحطه مع خصره باقي دقيقه افتح رجليك وحطه مع خصره دقيقه احمد اسمع حذيف حذيف يلا اضرب اضرب حذيف اضرب حذيف اضرب افتح رجليك خصره هون 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 وتفشه هون وتفشه ايوه 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 حلو ثانيه حذيف اضرب حذيف اخدم اضرب اضرب اخدم يلا اخدم خليك عليه نفسك يلا يلا بوكس 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 عوجه بوكس عوجه ايدك من هون من عندك من عندك ايدك شمال ايدك شمال بوكس بوكس عوجه 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 حط كوعك عوجه حط كوعك عوجه حط كوعك عوجه يلا اخدم 10 ثواني يا زين ما تلف راسك ما بضرب برا عليه بوكسي هيك شمال صار مسك اعمل له تيك داون ضعيف تيك داون هو بس بيعرف يعمل تيك داون لما يحطك على الكيج انسى على رجله واشمطه ماشي زي قبل شوي ضعيف تيك داون ما بيعرف تيك داون العب معه بوكس ما تدخل عليه بوكس لا تدخل عليه بوكس زي هيك خف لي يديه خف لي يديه خف لي يديه
انت مش تعبان احسن من جون والله احسن من جون احمد سمعنا احمد انت بدك تاخذ تيك داون هاي انت واحد واحد هسه هاي هاي لك لازم واحد واحد نتيجة احمد تروح على بلدك مصر تروح على بلدك جوجز فايترز Hey!
يلا 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 اقلبوا 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 حذيف يلا يا حذيف حذيف اقلبوا مش ضايل الحكام سجلوا النقاط التالية 28-29 والفائز بإجماع الحكام الأسد أحمد من مصر My expectations, to be honest, I thought Hudaifa was going to win the fight. During the training sessions, I've been watching both of them very closely. I thought Hudaifa was a stronger fighter. He showed great skills in his stand-up game. Ahmed was showing great skills in his jiu-jitsu. So I really thought Hudaifa was going to win. I was shocked. هاك نظر من خدمت روند الثالثة باه الغالب من السبور ذا فيه ربح وفيه خسارة نكون نتمنى له نقول له مبروك ونشفروه علاش خسرت معناها ما نقولش خسروني ضربي تراجع الأكل كل كا يتنحى معناها وشفروه علاش خسرت معناها مثل ما شفنا المعركة كانت كتير حماسية بين أحمد وحذيفة للأسف حذيفة غدرنا ها هي قوانين اللعبة فايز واحد بطل واحد تصبحوا على ألف خير